نبي الله في غيمته. بلى، جيوش خالد تقترب وميجاع لم يعد بعد. ماذا أفعل؟ لنمضي إليه. كيف نمضي إليه؟ إنه أمر لا يؤجل. كان لابد، فهلم بنا. من ذا الذي يكرههم؟ أيبغض الروم وفيهم مثلكم؟ تعالي أيتها الحسنى، تعالي. يا لهذا الجسد البطي كجسد القطع. أسمع صوت مزر ودفوف في خيمة نبي الله. لعل أحمق من يبغض الروم. تعالي يا حسنائي. من ذا الذي يجرؤ على اقتحام خيمتي؟ سأعود. ويحكما، كيف تتجرآن على حرم نبي الله دون إذنه؟ المعذرة يا نبي الله، المعذرة. سينالكما مني. عفوك يا نبي الله، عفوك. نناشدك الله يا نبي الله، أذنبنا. ذنبكما عظيم، وإني لأسأل الله أن يغفر لكما. فقد جئتما في ليلة هلت أنوارها، ألم تريا الأنوار تملأ المكان؟ بلى رأينا. إنها أنوار الملائكة نزلوا إلي من السماء، ومعهم الحور العين يضربن بالمزاهر ليبشروني بالنصر على جيش أبي بكر. سامحنا يا نبي الله، سامحنا. بشرك الله بالجنة، بشرك الله بالجنة. هيا عودا إلى الديار وبشرا أهل اليمامة بالنصر. في الآخرة جهنم، فكن جنتي. ملعون من يبغض الروم، ملعون. نحن مقدمون على قوم كما سمعنا لا يحصى عدد مقاتليهم. لا بد لنا أن نتداول في أمرنا وأمرهم. نحن ننتصر بديننا لا بعددنا يا خالد. صدقت. هذا أخ لنا مسلم، عذبه مسيلمة الكذاب ليشهد له بالنبوة فأبى. حدثنا عن قوم بني حنيفة يا أبا الليث. نعمة وكرامة. اعلموا يا أخوتي إن بني حنيفة أهل زراعة ورعي،
ولهم بلدات وحصون وبساتين نخيل، وهم كثرة كاثرة. كم عدد مقاتليهم؟ إنهم بعشرات الآلاف ولا يقلون عن 40,000 مقاتل، فالحذر الحذر. وكلهم يؤمنون بمسيلمة؟ من لا يؤمن منهم بمسيلمة فسيقاتل عن قومه أشد القتال، فاستعدوا لحرب ضروس. أتخوفنا بهم يا أبا الليث؟ لا والله يا أخي، لكنني أحذركم لئلا تقعوا فيما وقع فيه عكرمة وشرحبيل. ستلقون قوما خلفهم قراهم وبساتينهم ونساؤهم وأولادهم، سيقاتلون قتال المستميت، ولا سبيل والله إلا أن تميل عليهم ميلة واحدة حتى تهزمهم، فيفر بعضهم إلى أهله خوفا عليهم وآخرون إلى رزقهم. أين هي بيضتهم التي انكسرت فل جمعهم؟ يا خالد، إن مسيلمة جبان ولسوف يدير حوله أشرس مقاتليهم وأكثرهم إخلاصا، فإن وصلتم إليه فل جمعهم. من هم قادتهم؟ إنهم ثلاثة: نهار الرجال بن عقوة، والمحكم ابن الطفيل، وأكثرهم براعة في القتال مجاعة بن مرة، وأظنهم سيلقون في عقرباء. عقرباء؟ وأين وصل بهم نهار؟ نهار الرجال إنه والله ما شد أمر مسيلمة في بني حنيفة، لقد كانوا في شك من أمره ولم يتبعه إلا القليل القليل، حتى جاء نهار الرجال وشهد له بالنبوة، وأنتم كما تعلمون أنه ادعى أنه شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أن مسيلمة أشرك معه في الأمر صلى الله عليه وسلم. قاتله الله، والله لا أرى إلا الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ضرسه في النار كجبل أحد، وهو أشد شراً من مسيلمة. إن استعد لهم أعلن النفير يا ضرار. يا جند الله، شدوا الرحالة إلى اليمامة. الرجل قادم إلينا، فأين نلاقيه؟ أرى أن نلاقيهم بين بيوت اليمامة، فنأتيهم كلنا، فلا يعرفون من أين يأتيهم الموت. إنه لرأيي. ما تقول يا محكم؟ أقول لا، إنه ليس برأيي، بل نترك أبناءنا وأرزاقنا خلفنا فلا يتلهى أي واحد فينا بأهله وماله. إنه لرأي. ما بك يا نبي الله؟ نجاعة تركنا ومضى ليصيب ثأرا في بني تميم، وهو صاحب حربنا. ما كان لمجاعة أن يفعل ما فعل، لكن الله أراد. هل جاءك شيء من الوحي يفيدنا في حربنا؟ دعوني وحدي. أمرك يا نبي الله. جند الله، يوم أو بعض يوم ويصل جيش الإسلام يقوده خالد بن الوليد، فتنضمون إليه وتدركون ثأركم من عدو الله مسيلمة الكذاب. اشحذوا سيوفكم،
خمروا خيولكم وتزودوا للقتال. اللهم نصرك الذي وعدت به. آمين. اللهم نصرك. آمين. اللهم نصرك. آمين. يا وجهاء بني حنيفة، يا وجهاء أهل اليمامة، قد جاءكم خالد بن الوليد بجنده وهو فتى حرب يسألكم أن تتخلوا عن نبيكم مسيلمة. فدافعوا عن نبيكم، دافعوا عن نبي الله مسيلمة. يا وجهاء بني حنيفة، قريش لم تقبل بنبيكم شركته في النبوة لأنهم قوم يعتدون، ولو قبلوا منا لسالمناهم، ولكنهم أبوا. هم يظنون إنما جاءوا يقاتلون قبائل الحجاز، هم لا يعرفون حنيفة وسيوفها ولا اليمامة وفرسانها، ولا يعرفون كثرة عددكم. فالثبات الثبات خلف نبيكم والنصر لكم. عيدوني بالثبات، أعدكم بالنصر. أنا مسيلمة بن حبيب نبي الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلنتوقف للصلاة. وليأمنا عبد الله بن مسعود فهو أقرأنا للقرآن. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم ارحمنا. آمين. اللهم قوِّنا. آمين. اللهم اغفر لنا. آمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معشر المسلمين، يا جند الله، إننا مقبلون على حرب ضروس، فلنهتدي بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما فررنا في حنين أخذ يصيح بنا النبي: هلموا إلي، هلموا إلي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، والله ما خاف ولا ارتعش ولا جزع، فليكن مثالنا في الحرب قوما لا نخاف، لا نهاب الموت في سبيل الله، نهتدي بهدي نبينا الكريم. والله لقد كنا نتسابق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشهادة، تسابقنا إلى الماء في الظمأ، وإني لأنظر إلى أخي بني سلمة عمير بن الحمام وفي يده ثمرات يأكلهن في بدر الكبرى، إذ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده ليقاتلهم اليوم رجل فيقتل
محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير: بخن بخن، فما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. فرمى الثمرات من يديه وظل يقاتل ويقاتل حتى استشهد وهو يرتجز ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد. وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد. بارك فيكم، ما حفظتم ما قاله عمير وأنتم توطنون أنفسكم كما وطن نفسه إليه. إخوة الإسلام، الكاذب الفاجر مسيلمة غير وبدل وادعى على الله ورسوله الكذب، وشهد معه نهار الرجال وآخرون من قومي، فهو يوهم قومه ويخدعهم ويغير ويبدل ويفسد في دين الله. فعندما نقتله نقسم ظهر الردة. سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدنا إحدى الطائفتين. والله لكأني أنظر مصارع القوم. يا جند الله، والله ما تنصر الله ينصركم، فقاتلوا كما قاتل أهل بدر وأبشروا بالنصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وجهاء بني حنيفة، لقد وعدت بالنصر، ومن وعدني لا يكذبني، ولكن النصر مقرون بالصدق. اصبروا، تنتصروا، أخبروا أهل اليمامة أن يدافعوا عن نخيلهم وحريمهم وأولادهم. أخبروهم أن نصرهم مكتوب في لوح القدر المحفوظ. النصر لأهل اليمامة، أعدكم بهذا أنا مسيلمة بن حبيب نبي الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك وسلم. صلى الله علي وسلم. صلى الله عليك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا شرحبيل. لقد اكتمل الحشد يا أخوة الإسلام. درار، خذ معك مجموعة من الفرسان واستكشف لنا الطريق، إن عدونا في عقرباء، ولا تنسى أن تعمل بما أمرنا به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرحبيل، الحمد لله على سلامتك.
من أنتم؟ قوم من بني حنيفة. أتشهدون أن لا إله إلا الله؟ نشهد. أتشهدون أن محمداً رسول الله؟ نشهد. ماذا تقولون في مسيلمة؟ نشهد أنه رحمن اليمامة. ويحكم، والله ما لكم عندنا إلا السيف أو تعود عن كفركم. يا ذرار، تعرفني؟ أنا مجاهة بن مرة سيد بني حنيفة. خذنا إلى أميركم خالد بن الوليد ليرى فينا رأيه. خذوا مجاعة وهذه المرأة إلى خالد، وعليكم بهؤلاء. ما لديك يا سلمة؟ يا نبي الله، جيش خالد أسروا مجاعة بن مرة. كيف؟ لقد أخذوه غنيمة باردة، لقد كان نائما مع صحبه وسبيته، فما فتحوا عيونهم إلا والسيوف فوق أعناقهم. لا تخشوا شيئا، لقد وعدتكم بالنصر. هيا يا نهار، خذ محكم وأخبرا أهل اليمامة أن يعسكروا في عقرباء، هناك سنجهز على أنصار محمد. هذا يا ضرار؟ أنا مجاعة بن مرة الحنفي، سيد بني حنيفة وصاحب حربهم. ويحك يا مجاعة، أترتد عن دين الله؟ والله لا أخرج عن قومي. اضربوا عنقه. استبق مجاعة يا خالد، فهو سيد مجرب لن ينفعك غيره. أسرنا له أنفع لنا من قتله. خذوه أسيرا حتى أرى رأيي فيه. خذوه. غنيمة باردة، هذا أول النصر. تعال يا سلمة، تعال. خذ الرمية وضعها في لسائي، وإن انتقلت إلى السماء فهي هدية مني إليك. ولكن يا نبي الله. أطع يا سلمة، لطالما كنت مطيعا. أمرك يا نبي الله، أمرك. يا جند الله، ها قد وصلنا مشارف سهل عقرباء، فلنقم معسكرنا هنا ولنخرس الكذاب إلى يوم القيامة.
كيف ترى حربهم يا محكم؟ إنما أراهم وقد نصبوا راياتهم قبالتنا، ثم دعاك ابن الوليد للمبارزة. لا بوسنا له. لا يا نبي الله، فالنبي لا يبارز أحد. بل سأفعل يا نهار، إن خالدا لا يصمد أمام سيفه أحد. ويحك، أتشك بي؟ لن يهزم خالد نبي الله مسيلمة. ليت إلا وأنا أدعو الله أن أغمد سيفي في نحر عدو الله. بارك الله فيك يا أم عمارة، ورحم ولدك حبيب، وأسكنه فسيح جناته. وأنت يا أم الليث. سأبقى مع نساء المسلمين، نضمد جراح جرحاكم، ونروي ظمأ عطشاكم، ونشد همتكم. بارك الله بكم، بارك الله بكم. يا بني حنيفة، لقد وعدتم بنصر مؤزر، هذا ما أوحي به لنبيكم. يا بني حنيفة، قاتلوا عن نبيكم، قاتلوا عن نسائكم، قاتلوا عن أطفالكم، والنصر لكم، والنصر لكم. مالك تضحكين يا خولة؟ يا لك من سيد قوم. سيد قوم، سيد قوم مصفة بالحديد، يا الحظ يتعس. بل قل يا لأحلامي التعسة، سيد قوم يترك قومه في يوم حربهم. كيف لي أن أعرف؟ كيف لي أن أعرف أن جند خالد سيفاجئون مجاعة والسيف على عنقه؟ أما كنت تموت كريما؟ أي ميتة كريمة هذه، وسيف على عنقي، وأنا غفل أغالب النوم، وصاحب السيف يقول استأسر يا هذا. ثم ماذا يا مجاعة؟ أترى حالنا؟ تميمية مخطوفة أسيرة، وحنفي مصفت، وقومه في يوم حربهم. ويح النساء، ويح النساء. يا معشر المسلمين، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ الحرب بسورة الجهاد، سورة الأنفال. اتلو علينا من كتاب الله يا صاحب رسول الله. اتلو علينا يا عبد الله، لطالما أحب تلاوتك الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إنها سورة الأنفال يتلوها عليهم عبد الله بن مسعود منصتون لها خاشعين لو كنت أعلم لأتيت بسورة جهاد لأتباعنا قل لي يا نهار أنباغتهم أم ننتظر حتى يهجموا علينا بل نتركهم يهجمون علينا فنلقاهم في وجوههم بسيوفنا ورماحنا إنك أخو صدق كل رجائي رضاك وشفاعتك يا نبي الله تعال تعال كي أباركك لقد شفعت لك وتعدني بالجنة سأدخلها أنا أولا ثم تتبعني والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم اللهم نصرك اللهم نصرك اللهم نصرك اللهم نصرك اللهم نصرك اللهم نصرك إلى عناقهم ولسوف تراهم مكبلين في الحديد هنا يا مجاعة مهلا مهلا يا خالد إنك لا تعرف كيف يحارب بنو حنيفة أتخوفني يا مجاعة ولا أخشى إلا الله وقد جربت الحرب في الجاهلية والإسلام أعيدوا إلى الخيمة
ودونهم يا أهل اليمامة، والذي يحلف نبيكم به لو تزحزحتم من مكانكم قتل الآلاف منكم وسبيت نساؤكم وهتكت أعراضكم. يا معشر بني حنيفة، رحمن اليمامة وعدنا بالنصر من السماء، فالثبات الثبات والصبر الصبر. أبارككم يا أهل اليمامة، قدوس 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 قدوس. اللهم انصر المؤمنين على مسيلمة الكذاب وجنده. آمين. اللهم إنا ندعوك بدعوة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في بدر. اللهم نصرك الذي وعدت فيه نبيك. آمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار، أنزل سكينتك على إخوتنا. آمين. اللهم أمدهم بجندك. آمين. اللهم عطف عليهم وارحمهم يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم نصرك. آمين. اللهم ثبت أقدامهم. آمين. اللهم ابهرهم على أعدائهم وأعدائك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم نصرك. آمين. اللهم نصرك. آمين. اللهم نصرك. آمين. يا معشر المسلمين، قال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عجيب أمر بني حنيفة، إنهم صامدون كالصخرة في وجه المؤمنين، إنهم لا يتراجعون. اللهم انصر خالدا وجنده، اللهم انصر جند المسلمين. أما آن الأوان لهجوم جيشنا يا نبي الله؟ لم يأتي الأمر بعد. ومتى يأتيك أمر السماء؟ دع القريشيين وأنصارهم حتى يفل هجومهم وييأسوا من اختراق صفوفنا، عندها أبلغكم أمري. ماذا تريد يا مجاعة؟ نشدتك الله، دعيني أنظر ما يجري في ميدان المعركة. تخرج ولكن بقيودك. بقيودي؟ يا خولة، أخرجي مجاعة لينظر إلى المعمعة. Thank you.
ما تقول يا مجاع فيما ترى؟ لبني حنيفة صامدون لهجوم جند خالد، وهم لا يتزحزحون ولا يفعل هجوم جندكم شيئا. ما معنى هذا في الحرب يا مجاع؟ معناه أنكم تعجلتم الهجوم وقومي صبروا وصمدوا. إنهم يدافعون عن ديارهم، يحدوهم الخوف على الزرار والأحساب ووعود ابن حبيب. اللهم انصر جند الإسلام، اللهم انصر جند الإسلام. اللهم ثبت قومي على مصافهم. الآن ظهر الحق، الآن ينقلب بغي قريش على عقبيه. يا بني حنيفة، إني آمركم بالهجوم.